دونك انا لست في جنازه فنان وانما في جنازه صديقي، وكنا نتاكدوا كاملين انه نوصلوه بكرامه لمثواه الاخير، ولقد حصل ذلك، انا لله وانا اليه راجعون. وهذا الشيء اللي دخلنا راه غير الجسد، اما الروح البارح فارق تورها بين ظهرانينا، الله يرحمه ويجل عليه المغفره. هادي عامين لان كان عايش ما شفتوش انا حتى، قالوا لي مريض. البارح كنت معاه في لوبيتال ولما اسلم الروح كنت معاه. هادي سنتين ما شفتوش. ما تحدثش معاك يعني اخر كلمه. هادي عامين ما شفتوش. لا 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 في لوبيتال ملي وصلنا كان مور كلينيكمون. دونك كنا تنتسينو غير الروح تمشي. اما طبيا كان ميت مع الخمسه الصباح جاتو لا كروند كريز وداروا لا تشيكاسيون. دونك ما البصمه اللي بصمها وطنيين ودوليين. او دابا حفل راه عنده حفل، شوف هاد الحسد الناس اللي جاوا له وهاد المحبين، راه حفل هذا ربي اختار ان يكون حفله بطريقه اخرى. الله يرحمه فنان جميل. انا ما تقدرش تصور شحال ديال المقالات وشحال ديال الناس اتصلوا بيا ديال الصحافه والتلفزيون من مصر. مصر دارت له عزاء ونعي كبير جدا البارح من دار الاوبرا. انا حضرت مع حفلاته في دار الاوبرا في مصر وكل شيء. كفنان هو فنان نظيف وجميل وسوف يبقى في وجداننا. وكشخص انا جيت عند الشخص الله يرحمه ومشى وحنا غنخلطوا عليه وهذه الدنيا. إن لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه والله يجعل متواه الجنة. طبعا الفرق صعيب وصعيب بزاف، ولا سيما من عند واحد أخ وصديق وفنان كبير اللي ما كاينش منه جوج. عبد الشريف تيبقى واحد في الكرة الأرضية، كان دائما يعني كيعطي واحد المثال للفنان المغربي فين ما كان في الدول العربية كلهم تيشهدوا له بهذا. الرجل الملتزم الخلوق، الصوت الرائع، الحضور، الكاريزما. طبعا تلقينا هذا الخبر كالصاعقه، باقي بغيناه، استغفر الله العظيم، باقي بغيناه، ولكن ربي بغاه ما كاين حتى شي مشكل. البارح كنا غادي نكونوا جميع كنا غنحتفلوا به كعريس، ولكن اليوم احنا كنحتفلوا به كذلك. الله يجعلوا مع الشهداء والصالحين ان شاء الله، والله يصبر العائله ديالو الكبيره والصغيره. حقيقه الانسان اللي كتبغي تعرفه كتعاشره، والسنين اللي تعاشرنا انا وياه يعني راه ماشي قصيره، ان من 90 تقريبا او 89 90 فاش كنت عرفته كشاب، وتوفى وهو شاب في الروح ديالو، في الاخلاق ديالو، في التمسك ديالو بالوطنيه ديالو وبالحب ديالو للعمل ديالو باخلاص. يعني عنده حب خالص، لما كيحب الانسان كيحبه من القلب ديالو. عاش طول عمره بشوش، قاوم الزمان، قاوم المهنه، لقى لراسو واحد المحطه قويه سواء في المغرب او خارج المغرب. وهذا ماشي بالشهاده ديالي انايا فقط، هذه بالشهاده ديال الحسن الثاني الله يرحمه، الملك الحسن الثاني اللي شهد فيه شهاده قويه جدا. إذا عبدو الشريف ما منوش جوج، عبدو الشريف تيبقى منفرد في الإخلاص ديالو والوفاء ديالو للصدقة، في الإخلاص ديالو والوفاء ديالو للفن. والدليل على هذا هو أنه توفى وهو يهيئ لحفل كبير ياك، والمجهود ديالو باش يحيي هذا الحفل هذا ربما خدم منه واحد النوع من الإراق، ولكن تتبقى الأجل ديالو. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله راجعون. كانت كترفتنا الأستاذ صدقة مع الفنان الكبير فقط للساحة العربية والساحة المغربية. الأستاذ عبد الشريف كتبرتني مع واحد الصدقة ديال 50 سنة، كنا كنتعرفوا، كان كيجي عندنا السوق الوطني مع الأستاذ عبد القادر الرشدي. فقدنا السيد وعرض عليا مسكين باش نحضر معاه الميكرومان واحد الحفل نهار الجمعه. وان لله راجعون باسمي باسم النقب الحر الموسيقي المغربي وباسم الاستاذ ابراهيم بركات كنعزيو فهاد الفقيد. وان لله راجعون رحمه الله الفقيد. خوتنا اش نقول لكم، رحنا فاجعه، ما سخيناش بداك الراجل، ما سخيناش به، ما سخيناش بالانسان. اما الفنان اللي بغيت نتكلم عليه خصني نالف كتب باش نتكلم على عبد الشريف كقيمه فنيه. لا لا يعني وعلى الصعيد العربي انا قلت لهم اذا كانت ارض الكنانه ودعت عبد الحليم في السبعينيات حنا كنودعوا عبد الحليم اخر اليوم، ولكن
القضاء الالهي، حتى حاجه ما فوق منه، ولله ما اعطى ولله ما اخذ. الفنان الكبير المهذب، شوف مصطلح الحسد ومصطلح الغيره ما كيعرفهمش، ما كيعرفهمش، شايلهم محيدهم من موجي الطلاب. يعني انسان تيبغي لك الخير ويبغي شنو نقول لك، راه خصنا نالفوا كتب باش نهضروا على هذا الرجل هذا فنيا وخلقيا.